مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا، إن كنتوا بالمدن والقرى والبلدات اللبنانية، ودائما بهمكم تتعرفوا على شمال لبنان وتتعرفوا على أبرز النشاطات عم تحصل بالمدن والقرى والبلدات الشمالية. تحية لكل المغتربين، ومنحب نقول لكم دائما لبنان مشتاق لكم، لبنان وطن المحبة والسلام والوحدة الوطنية والتلاقي والحوار، دائما مشتاق لكم. بعرف كتار بالصيف بيحبوا يقصدوا بلدان أوروبية، ربما بلدان عربية للسفر والتمتع بالسياحة، ولكن طبعا شيء كتير حلو نتمنى له إن شاء الله دايما بينبسطوا، ولكن كمان السياحة الداخلية سياحة مهمة، نتعرف على مدننا على قرانا على بلداتنا ونشجع تراثنا الوطني، نشجع المواقع المهمة اللي فعلا بتستاهل زيارتكم وخصوصا بالشمال لبنان. اليوم المهرجانات عم بتعم كل المناطق اللبنانية، اليوم المهرجانات الفرح طبعا هي دليل محبة ودليل سلام ودليل الأمن، إن شاء الله دايما موجود بكل المناطق اللبنانية. أصدقائي اليوم حلقتنا مثل العادة غنية بكتير مواضيع، إن شاء الله تنال إعجابكم. نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. رحب فيكم بالبترون، هالمدينة السياحية الشمالية المتميزة فعلا اللي هي جذابة لكتار من المناطق اللبنانية والمغتربين. اليوم نحن على موعد سنوي مع مهرجانات البترون الدولية، المحامي سيد فياض اللي هو رئيس اللجنة المتميز دايما ودايما عنده أفكار مبدعة. سنة البترون يعني عم تعج بالناس مثل كل سنة. أول شيء بدي أشكركم تلفزيون لبنان، هي تلفزيون الوطن، ونحن بنشكر انه انتم عم بتساهموا بتغطيه هالحدث السياحي مثل ما عم بتقول وهالمهرجان. نحن اليوم على مرفق السيادين بالبترون بالمدينه، اكيد هلا رح تصور وتشوف هالموقع الحلو الرائع اللي عم يجذب اكيد كثير ناس تيشاركوا بهالايفنت الحلو اللي هو اذا بدك لتشجيع الصناعات المحليه البترونيه، واللي هو المرحله الثالثه من مهرجانات البترون اللي بلشت ب 28 حزيران. كان عندنا سبيكتاكل كتير حلو لأديت بياف، رجع ساكن عنا الفنان نصيف زيتون مش عم تزبط معي، أعشق غيرك لا والله، بيربك حدا قدي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزل لك. بلشنا بالبير واين سي فود فاستيفال، مهرجان البيرة والبيد والمأكولات البحرية، وهذا تاني يوم هو اليوم ضمن فعاليات هالمهرجان. هلأ بعد شوي رح تشوف الناس اللي الحضور رح يكون حضور من كل لبنان، لبنانية أجانب مغتربين كلهم رح يشاركونا بهالفستيفال على مرفق السيادين بالمدينة. واكيد نحن مش موقفين هون، نحن رح نكمل بشهر اب مع معرض صور فوتوغرافيه للمصور الفوتوغراف فارس جمال بسوق البترون القديم. ننتقل من الموقع المينا على سوق البترون القديم، وبيرجع عنا مهرجان البترون للافلام المتوسطيه الافلام القصيره بحي القلعه اللي بيضم بيوت المغتربين اللبنانيه. جو كتير حلو، البتونة كتير حلوة على البحر، سانسات واين، شي كتير حلو لازم كل لبناني يجوا يجربوه، سنس بعيد عن المشاكل، فن وصيفية وهيك. حضرتكم من هون ولا جايين على البترون؟ أنا من الشوف وجاية على البترون زيارة. حضرتك من وين؟
أنا من بكفية وكمان جينا على البترون، كتير منحب البترون. عم ندوق واين، عنا روزي وبلون، عاملين بانشيت، عاملين سانجريا، ومنزلين البيت طبعنا، وإن شاء الله يكون عزاكم بصدوقه. الجو هون يعني عم نلاحظ هالحدث هو سنوي كل سنة بصير. إيه صحيح، جو طبعاً مقبولاً بيكون مهضوم لذيذ، العالم عم بتحب أكتر وأكتر. خبرينا عن هالجو الحلو وعن هالمهرجان الحلو. أنتوا هون بالبترون، هيدي بظن خامس سنة بنعمل مهرجان نبيت والبيرة. أنا بصنع نبيت بقد البترون، وأنا أورجانيك واين، يعني ما بحط شيء لا على الأرض ولا بالنبيدات، وعندي أبيض وروزي وأحمر. مهرجاناتنا بتكون أنشط وأنشط ومتنوعة كثير، خاصة الليلي. الهدف من هيدا الإيفنت هو الإيداع على منتوجاتنا البترونية بالدرجة الأولى. نبيد نحن من الأقضية المميزة بلبنان اللي فيها 9 واينريز تصنيع النبيذ، وكمان من المدن اللي كمان عم تشتهر بصناعة البيرة بالبروريز، وكثير من المطاعمنا اللي هي مميزة بالأكل البحري اللي هي هلأ بتشوفوها هلأ بهالإيفنت. الهدف منه بهذا الإيفنت هو الإيداع على الصناعة المحلية ودعم المدينة اللي هي سياحية بامتياز بهم. نحن بندعم كل هالمشاريع، وعندنا شباب عنده من الشجاعة والنشاط والإيمان بهالمدينة هيدي الحلوة نظيفة اللي عم نشوف كل سنة ورا سنة أكثر ناس عم تجي لعنا، آلاف على الويكندات، من 20 إلى 30 ألف سائح. هيدي لوكولي بلبنان عم نشوف عدد أكبر وأكبر كل سنة عن سنة. شو ما بدك قول، نحن كتير كل وجود الحبايب بدنا الليلة يطول. كل صحابي حدي وأنا غيرهم ما بدي، ولا شو التليفون ما كلهم بالبترون. ساعات النايف بلدي ساعات حضرتك ابن المنطقة، اليوم معك وفد كمان، خبرنا عنهم. بالحقيقة هني مجموعة بحارة من أوروبا، من كل شط الأوروبي، عملوا هيك مهمة إبحار، بلشوا بنص حزيران ووصلوا على الشط اللبناني من 3 أيام. هدفهم بالنسبة لألهم هدفهم تواصل مع الأقليات بالشرق، ويشوفوا هالنموذج اللبناني كيف قادرين الناس يعيشوا مع بعضهم، لأنه كمان هن بلش عندهم مشاكل مثل مشاكلنا، جايين يعملوا هيك نوع من إشانج، من تبادل ثقافي. وكمان من نحن ميلتنا بيصير لبنان على الخارطة السياحية أكثر، بيصير معروف أكثر. بلشوا بيجوني اليوم عم نبرمهم بالبترون، عملنا زيارة للأماكن الدينية، رحنا على مريوحنا مارون، على رفقة وعلى الحردينة، وهلأ جبناهم يشوفوا الوجه الثاني للبترون، الحياة كيف عايشين الناس. يلي ملفت انه نصهم متفاجئ نحن عايشين هيك. نحن لنا 3 سنين أو 4 سنين بنعمل هذا الإيفان، كنا نعمله بالسوق القديم، بما أنه بيتعلق بالبحر وبالأكل البحري والمشروب اللي بيطلع من البترون، من البيرة ومن نبيد ومن هالخبار، طلبنا من لجنة المهرجانات تنقله عمينا البترون. نحن بالبترون مشهورين بأكل السمك، يعني عندك هون البزري، عندك السمك المنقوعة، عندك كلاماري، عندك كبة السمك، عندك القريدس مع الخضرة، عندك البيلا، يعني هودي من الاشياء البحرية اللي عنا اياها نحن بالبترون. بعد في اشياء زيادة عند غيرنا كمان هن عاملين غير شيء. بقى بنحب ان العالم تدوق من كل شيء، جو بياخد العقل، طقس حلو. نحن سواح جايين من امريكا، سردين بيرفكت. توصل على البترون وما بتشرب ليمون، بتزعل هالحلوة وما بتكون ممنون. يلا رقصوا غنوا يا موسيقى جن بهالليل المجنون، ما نحن بالبترون. اللي بدي اقوله اليوم عن هيدا الايفنت، البير واين سي فود فاستيفال بتنظمه بترون انترناشونال فاستيفال، انه هيدا الايفنت مميز عن باقي الايفنتات لعدة اسباب. اول شيء عم بيجمع منتوجات بترونية كلهم ببعضهم، جامعينهم بين هالمعامل النبيد الموجودة كلها اللي هي بتتصنع النبيد تبعها بالبترون. عم تشوف البيرة اللي هي كولونيل بير اللي هي عم تتصنع كمان بالبترون، وهلأ السنة كمان مش بس صرنا بيرة،
صرنا عم نعمل جن اسمه غاتا، فودكا سكرتير، وعرق كمان القائد. كل هالمنتوجات مع كل هالمطاعم اللي بترون تشتهر بالسمك، وعندها كل هالمطاعم السمك كلهم هولي مجموعين ضمن هالمشروع الأكبر اللي هو باترون انترناشنال فاستيفال على المينا بالباترون. It's my place. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم تلفزيون لبنان، هذا تلفزيوننا. منذر نحن بنشكرك عن جد، يعني انت كلك نخوة وانت بتحب الشمال وعم تقوم بشغل كتير جبار تتغطي أحداث الشمال ومهرجانات الشمال. يواصل مركز مبادرة نشاطه التعليمي التربوي من خلال تدريباته المتواصلة للأطفال على فن المهارات الخطبية، وقد قام المركز باختتام دورته السابعة للأطفال والناشئة، وأقيم حفل ختامي في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في طرابلس بحضور حشد كبير من الأهالي ولفيف من التربويين الذين أثنوا جميعا على إبداع الصغار. العملية اللي عم نشتغلها نحن بالpublic speaking أو العمل الخطابي هي عملية لها أهداف أساسية تتبنى شخصية الطفل، بتعليم الطفل كيفية التعبير أمام مجموعة من الناس بدون أن يخشى أو يخاف من أي شيء. I learned from public speaking how to express my thinking. من مبادرة واللي هو كله public speaking نتعلم كيف نكتسب كتير مهارات، نتعلم كيف ما نستحي، كيف نقدر نجرؤ إنه نطلع قدام كتير عالم. بالpublic speaking تعلمت كيف أحكي عن نفسي بحرية ونظم أفكاري. I learned how to organize my ideas, how to make a body language to send the message for everyone when I talk. Our kids love to be heard since very young ages. They like to express themselves, their feelings. So it's a need they have since very young ages. We need to help them, and public speaking is the chance we can give them to help build their character and express themselves. Good afternoon, ladies and gentlemen. Do you know what kind of food can make you feel better when you are sad? It comes in all sizes, shapes, and colors. Do you know the thing that takes you to a far place when you are sitting in your place? It is something that makes you live in thousands of lives. We gain all that from traveling. Mark Twain said, traveling is truly an education. It opens your heart and makes you a better person. Mark Twain is right, because when we travel, we get to know new people, new places, and new cultures. Our next speaker, Tala, will be telling us about Turkey. Please help me welcome Tala. Tala, the stage is yours. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tala Beytiye. Last summer, my family and I spent an amazing time in a charming country, and I'm here to tell you about it. It's a very big country. It's a country that links Europe and Asia. Ladies and gentlemen, simply, water is life. Water is the most important substance in the world. برحب فيكم أصدقائي المشاهدين بالرابطة الثقافية. اليوم حدث ثقافي متميز مع الأستاذ عبد الرزاق قبارة ضمن توقيع كتابه لحن المشاعر، قصائد شعرية ضمن ندوة بيحكي فيها مهتمين ومثقفين. أهلا وسهلا فيك المغترب. حبيب قلبي، يسعد لي مساك. أهلا وسهلا أستاذ منذر، كيفك؟ أعطتك رحلة اغتراب. نعم، اللي أنا من 73 مغترب، يعني تقريبا 45 سنة في كوراساو، في جزيرة كوراساو اللي بالبحر الكاريبي على شواطئ فنزويلا، تابعة للمملكة الهولندية. هناك كمان اللي ديوان شعر اسمه بويسيا أنتيانو، فاز بالجائزة الأولى من 12 سنة، فاز بالجائزة الأولى لأحسن إنتاج أدبي في كوراساو. خبرني شو كيف علاقتك بالأدب بالكلمة، يعني بهالألم دائما. حبيبي هيدي مشاعر وإلهام رب العالمين، هيدي إنسان دوم الله بيعطينا إياها. وبحب من صغري، يعني كنت أحب أكتب والحمد لله كان أمنيتي أعمل ديوان والحمد لله. مشجعين حولك مش هيك؟ جدا 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 جدا. نعم. شو بدك تسمعني هيك كم بيت بالشعر؟ أوه رح سمعك
بيتين شعر حلوين؟ يعني كنا حلوين. لحلك يا سيدي منقول مقتطفات، نقول فيها: قبلتها ومذاق الثغر كالعسل، فرجوتها أن تزيد من القبل، فتبسمت وجاوبتني في خجل: لك ما تشاء بعد أن يغفو النحل. الكتاب كله هيك في غزل ولا مشكل؟ في سياسة، في وطنيات، في حالك أكتر شيء أنت بأي غزل؟ أنا أعشق المرأة. هلا نحن كتير مبسوطين إنه هو موجود، وخاصة بطرابلس، وبنتأمل دايما يكون موجود ونشوفه يعطي المزيد، لأنه نحن بحاجة لأشخاص مثقفة ومثله، وصديق، هو صديق غير إنه شاعر. أنت بتحب عادة الشعر الغزل؟ يعني بهمك هلا أنتوا رجال بتحبوا الغزل أكتر؟ أكيد بنحب الغزل، حدا ما بيتغزل بالست وبتقول لا. الأدب هو حياتي، هو الروح اللي بتخليني استمر بهالحياة، هي الحركة اللي بتعطي حركة للهندسة اللي بستمر فيها كمان. وأنا كتير يعني بحب هالشغلات اللي بيعملها عبد، وبنبسط بإبداعاته. بيكتب لك غزل بالبيت عدد؟ أكيد بتصور الغزل اللي بيكتبه كله لألي. أكيد أنا أكيد. صح؟ صحيح. مش لغيرك يعني كيف؟ لا أبداً. الأستاذ عبد الرزاق جاء من الكاريبي، من كاراساو، ويحمل جائزة فوز في الشعر الإسباني، ويريد أن يكتمل اليوم شعريته باللغة العربية، بلغة الآباء والأجداد. وقد قرأت هذا الديوان أو الكتاب، فرأيت بأنه يستبطن مشروع الشاعر بالعربية، فله أفكار قيمة، ويعبر عن تجربة عمرها حوالي 45 سنة في المهجر، ويستكملها في طرابلس. كتاب اليوم الأستاذ عبد الرزاق كبارة هو كتاب حول الوجع الاغترابي، حيث أمضى فترة من حياته خارج لبنان، ولما عاد كتب كل ما كان يجول في فكره وفي قلبه من حب ومن عشق ومن وطنيات، وحتى بيتطرق إلى الوضع السياسي في لبنان. الفنان عمران ياسين الله يقويك، دائما بنشوفك بكل المناسبات الحلوه، ودائما ريشتك بتلون المناسبات. تسلم، الله يخليك، يسعد مساك يا اهلا استاذ منذر. اليوم ضيف بهالامسي كمان مع استاذ عبد الرزاق، شو نويت ترسم؟ يعني عم بشوف انا خطوط فيها موسيقى، فيها طبيعه، لانه هي اسمها لحن المشاعر، فقلنا اعتبرنا انه عازف السكسوفون انه له وجوده بهيك مرحله، يعني مشان هيك عم برسمه، بس عند الغروب يعني طبعا هيك حتكون ألوانها غروبية. كل مناسبة أنت بتستوحي من الفكرة من الكتاب وبتبلش تشتغل؟ أكيد يعني حسب الجو، يعني هذا هلا طالما أنه هو لحن المشاعر فإننا نحن بنعمل شيء له علاقة بالمشاعر الموسيقية يعني. نظمت الجمعية اللبنانية لأطباء القلب في لبنان يوما صحيا مجانيا في مستشفى سيدة السلام في القبيات عكار، تخلله فحوصات طبية شارك فيه عدد كبير من الأطباء من مختلف الاختصاصات، كما أقيمت ندوات توعوية وإرشادية. هذا الموضوع كتير مهم بالنسبة للقبيات، لأنه كمنطقة قبيات بعيدة عن المدينة، وعمل جبار انعمل، ريح الناس، وطبعا عطى نتائج كتير مهمة، لأنه في نخبة أطباء وعلى رأسهم البروفيسور أنطوان ساركيز شغلة، يعني المستشفى القبيات بالوقت ذاته قدم كل التضحيات، كل العجقة، تحملوا كل شيء، يعطين ألف عافية. رئيس جمعية أطباء القلب بلبنان دكتور أنطوان ساركيس، أنت قبل بيته وعكار، أهلا وسهلا فيك. شكرا ميرسي. خبرني اليوم عن هالمبادرة، يعني هالنشاط الطبي المتميز بمستشفى سيدة السلام. هيدا النشاط يندرج في إطار تشخيص أمراض اللي علاقة بكسور عضل القلب، يعني بضعف عضل القلب، لأنه هيدي إفة ومرض عم بيصير شائع أكتر وأكتر، وصار فيه له علاجات عم تتحسن مع مرور الزمن، يعني العالم عم نكتشفهم كتار بس عم نعالجهم ويتحسنوا كمان كتار. مش هيك عملنا هالنهار التشخيصي والعلاجي بمستشفى سيدة السلام، وهو بيتصادف بالشهر العالمي لكسور عضل القلب، مش هيك نحن كجمعية عم نواكب هالتطور العالمي.
من خلال هلا هالكم ساعه اللي قضيتون هون، شو اكتشفت؟ هل نحن بالمناطق الجبليه اقل عرضه مثلا من غير مناطق؟ ولا اللي اكتشفته انه في كتير عالم لازم ينفحصوا وما كانوا مفحوصين. هل نحن اقل عرضه؟ لا، لانه نحن عندنا زيت المخاطر مثل كل لبنان، يمكن عندنا البيئه احسن، هاي هي، بس التدخين وعدم الرياضه والكوليسترول والضغط كلهم موجودين مثل وين ما كان. فاذا نحن بفرقنا يمكن انه العالم عم ينفحص اقل، وبالتالي عم نكتشف امور كلها بتشغل البال. موضوع التوعية شيء رئيسي وأساسي، ونحن بهالمستشفى بهمنا كتير نتوجه للناس. صحيح نحن بنعمل حلقات تسقيفية لألنا ولموظفينا للممرضات وللأطباء، لكن الشيء الأساسي واللي نحن هلأ رح نفوت فيه بلشنا هو التوعية للناس للمجتمع المدني، لأنه عم لاحظ أنه المستشفى ما بيكفي. يعني نحن منطبب، ولكن في حالات لازم تتعالج قبل ما توصل على المستشفى بتخلص حياة منا، شيء اللي عم ينحكى فيه اليوم. ولذلك في دورات تدريبية للناس على كيفية انعاش المريض اللي بتوقف قلبه، واللي بنقدر نحن نوفر حيوات على كتير ناس، على كتير مرضى. نحن بنتمنى لو أطباء القلب اللي هن من الأبيات يترددوا على الأبيات ودايما يعملوا هذه الحملة، لأنه الأطباء الموجودين هون بحاجة لمساعدة وبحاجة لتقنية جديدة يعرفوها، وبحاجة لكل الأنظمة الجديدة اللي عم تطلع، وخصوصا بمجال هيدا الطب القلب. الربيع بين الريشة واللون، معرض في الرابطة الثقافية في طرابلس من تنظيم الفنان محمد النبلسي اللي دائما عنده اهتمامات فنية وموجود بكل المعارض. اليوم مع نخبة من الفنانين ضمن لوحات بتمثل الطبيعة، بتمثل الربيع بحضور شخصيات ثقافية وفكرية وأدبية ودائما مشجعي هالفن الحلو. بدي لك استاذ محمد الله يقويك ويعطيك العافية. الله يعافيك، وشكرا لكم ولوجودكم، شكرا لتيلي ليمون وللرابطة الثقافية ولك شخصيا. ليش مهم هيك الواحد يتعب لينظم معرض ويكون مع زملاء فنانين؟ هلا هو في تعب فعلا، لانه في امور لوجستية بدنا نعملها بالمخفي والجهري والعلني وامور كثيرة، بس معلش كرمال الفن كل شيء بيهون. شغلك تطور، انا كنت بعرف البدايات، اليوم الحمد لله شغلك تطور وقريبا عندك معرض بمصر. صحيح نحن شغلنا تطور كثير الحمد لله، ومثل ما قلت قريبا عندنا معرض بدار الاوبرا بمصر برعايه نقابه الثقافه، نقابه الفنانين المصريين، وبحضور السفير اللبناني ان شاء الله. شغلكم عم بتسوق استاذ محمد؟ يعني في تسويق؟ في هل بيجوا على المعارض عاده بيشتروا لوحات؟ هلا هي الحقيقه هيدي اكبر ماساه للفنان، ما في تسويق ابدا، لا من قبل المسؤولين ولا من قبل معنيين يعني او تجار او شيء، بس بضل مجهود شخصي مننا، يعني بدنا نضل عايشين، الفن بضل عايش ما بيموت. يعطيك الف عافيه، وشكرا على اللوحه كمان اللي خصيتني فيها، هذا من ذوقك، هذا من واجبنا، انت انسان تستاهل التكريم ومقصرين بحقك. الفنانة التشكيلية نينا رشيد، اهلا وسهلا فيكي بطرابلس. اهلا فيك. شمال؟ لا انا من حمدون اكشلي، سو جيت تقريبا 4 ساعات على الطريق لوصلت اليوم. خبريني اليوم عن المعرض المشترك، يعني انتم اليوم تجارب فنيه مشتركه. ايه والله دعاني استاذ فريدي واستاذ محمد، وهي اول مره بجي على طرابلس على فكره بحياتي. سو حبيت اقدم انا بوزن بورتريت، اكثر شيء بورتريت، حبيت اقدم شغلي هون. مثل ما انك شايف انا شوي اشتغلت على الاحجام باللوحات، يعني في شيء نافر حبيت انه اطلع من حجم اللوحه اعمل فيها حجم نافر، وكمان اشتغلت بالسكب من نبطيه. هذه لوحتين من مجموعه كبيره اشتغلت عليها اخر فتره، هي شوي نوع من السرياليزم، على في 3 ابعاد بالرسم، وهو ستيل خاص
بصمة خاصة بتنتمي لإلي، يعني كمدرسة فيك تقول أنا عم جرب أعمل اختبارات عليها وهلأ النتيجة بلش تطلع فيها. هيدا شيء كله بنمي روح الفن بالبلد، يعني المعارض كل شيء فني لازم. بشكر تلفزيون لبنان لأنه كتير بيهتم بهالناحية. أنا بعشق الطبيعة، مشان هيك بشوف الشجر ناس، بشوف البيوت عالم، بشوف الحركة، هول بشوفهم أنا، ما بشوف بس المشهدية بحد ذاتها. من الجنوب. أهلا وسهلا فيك بطرابلس. أهلا فيك. خبريني هيك هالتجربة الحلوة اليوم مشتركة مع. اشتراك اليوم مع بريشة وبين ربيع وريشة ولون، اشتركت بهاللوحة الربيع البيت المهجور اللبناني اللي هني دائما عم بينهجروا، بس الربيع ما يضلوا موجود ما عم يروح. اللوحة هي تجربة عن واقع نحن عايشينه. منبلش بمشاكلنا منور علينا الدنيا، مننتقل لا واقعنا بتبلش تغيم كل ما غرقنا تنطلع من هالأيام هيدي. التجربة بسيطة، الرحيل. بالختام مع أصدقائي برجع بكرر دعوتي لكم لزيارة شمال لبنان بدءا بالبترون. طبعا اليوم حاليا بالبترون ووصولا لأقاصي عكار بمنطقة جبل أكروم وادي خالد، ودائما منكرر دعوتي لكم لزيارة شمال لبنان بالمدن والقرى والبلدات الشمالية، وخصوصا بفصل الصيف. هو الصيف كيف، الصيف محبة وتلاقي، بالإضافة لكرم الضيافة اللي معروفين طبعا متميزين في أهل الشمال بكل المناطق الشمالية. كان معكم شمال لبنان منذر المرعبي، عمال تصوير لأمير سليمان، وإلى اللقاء.